بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم ان شاء الله في الفيديو على امرين هامين ان شاء الله. الامر الاول هو جمعيه المكفوفين في مدينه مفتاح. هذه جمعيه المكفوفين مساكن عندهم ديبري فابريكي هكذا في وسط مدينه مفتاح، ومادو ما جالهم هادو اللي راهم يقسموا في الجزائر كما يشاؤون. هادو نقسموا في الجزائر، حابوا يدوا هذيك البلاصه، يدوها باك وما كيحبوا يدوا بلاصه. اعطيكم مثال الحيه اللي يستعملوها، مثلا كيحبوا يدوا ارض معينه مثلا فيها شجر، يرموا لهذيك باش قتلوا شجر، يرموا لها الماء والملح، الماء والملح، وبعد تولي بور ما يولي ينبت ما والو، وما عاد تجي بوكلان تك 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 تاع الشجره هذيك على هذا الارض بور هذه مهمله ما كانوا الو ما يدوها، هما مدينها من قبل ومعينينها وما الى ذلك. او يغطوها يحلوا الاخر يغطوها تك تك حتى تشوف تبنيه نطلع. قال لك الصراع بين اسمه بين فلان وفلان، اللي هو يصرى الصراع بين أجنحة النظام. قال لك لأنه جناح وطني ويحب الوطن، يحب البلاد. هذا الجناح تاع الوطن ما كاش كاع، ما كاش جناح يحب الوطن، كان جناح يحب نفسه والجناح الآخر يحب نفسه، ما كاش جناح يحب الوطن. أنه إذا واش صرا كاع في الجزائر، واش راح يصرى في الجزائر، وراه يصرى في الجزائر، وهذو الوطنيين هذو مازال ما تحركوش، وهذه كنت نهضرها من قبل، أنا ماشي زعما جديدة ولا واش راهم يستناو ما على باليش، الله اعلم. قال لك راه كاين مع الوطنيين وحب الوطن وناس تخلوا هذا الكلام في راسهم، تخلوا هذا الكلام في وسط في راسهم، مع انه هاد الناس هذو اللي راهم يقولوا يحبوا الوطن ويتصارعوا، كي تشوف حياتهم حبوا غير نفوسهم وعائلتهم ولادهم بناتهم وما الى ذلك، ما كان للوطن ولا هم يحزنون. المفيد، وستذكرون ما اقول لكم، أنه ليس هناك صراع على الوطن من أجل خدمة الوطن ولا من أجل الجزائر، هناك صراع من أجل النفوذ ومن أجل المصالح ومن أجل الأموال وما إلى ذلك. وكل جناح يمد للغرب والشرق يمد 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 مقابل أنه هو اللي يحكم. هذا واش كاين، وستذكرون ما أقول لكم كما يقال، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام. المفيد، هاد الجمعيه هادي حرقوها. قال لك شكون تحرقت؟ قال لك حرقها واحد مهبول، كما قلت لكم واحد مهبول خلى كاع مفتاح وراح حرق هادي الجمعيه هادي تاع المكفوفين مساكن. هاد الجمعيه هادي مسكينه، هاد الجمعيه تقع في المكفوفين هاد المساكن تاعهم، تقع في مدينه، في وسط مدينه مفتاح. داوها خاطر هي كانت مغطيه شويه هكذا واحد الحوانت باللور مخبيتهم، حرقوها باش يبانوا الحوانت هذوك. تولي جا واحد عنده الكمون او بدا يبني، هو بدا يبني و قال لك راهو في المحاكم، في المحاكم مع البلديه، شكون يحبوا يحبسوه، ما نضلش يحبسوه. المفيد، دوكا الجمعيه هذه مازال ما داروش الجمعيه تاعها مفتاح تاع المكفوفين. رئيس الجمعيه، جمعيه المكفوفين، او داير مسكين في دارو، في دارو هذه جايه في المفتاح، اللي يعرف المفتاح حط بلاصه اسمها الكارير، او حط مسكين الجمعيه تاعو تمام، ما بيت يعطوا له قطعه ارض باش يحط فيها، اكيد راح يمدوا له قطعه ارض بعيده كاع لا فيل، خاطر كيما قلت الناس وين تلقى لوتيرات الحرب، الحرب على قطع الاراضي، دوكا الاراضي الكبيره ولا الاراضي الصغيره تكون داخل المدن هذه، دوك دوك في الديك ادي قدمها هذه هي لوكازيون. الله طاك بكري، كانوا زعما نقولوا حنا كيقولوا يديروا الفيدونج تشينا، يقطفوا تشينا ولا زعما ينحوا تشينا ولا يقطفوا العنب ولا اي حاجه هكايا، ومن بعد يطلقوه، يقول لكم طلقوها نهبطوا حنايا كنا صغار مثلا بجراح وبديل بجرة، نهبطوا الخروب هكذا بلاصة الخروب، نحو تشينا اللي بقات هكايا، بقى شوية هكذا بطاطا، زعما تروح الناس يوز نحو البطاطا بعد يبقى يقول لك هيا الناس تروح تدي شوية بطاطا هكذا، بلو ما كاش دوكا كان والو، دوكا تروح ممكن ما تلقاش الجرقة، شي ما تلقاش الحب هذاك تشينا ولا. المفيد،
هكا دوك الصلاة كأني قالوا كالله طاق كالله طاق، والناس صدمت يا جدك غتتي ما حبش يحبس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثهما ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب. والحمد لله أنا أقول لك بكل صراحة الحمد لله لكي الموت، يا ربي يا ربي لك الحمد لكي الموت. كل ما كانش الموت ولا الموت زعما تشرى هذه الحياة تشرى، يخلات يا جدك كاين ناس يعيشوا مليار سنة ولا والله يشروها. الحمد لله يا ربي ما كاش، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. المفيد قلت هذه جمعية تشوف حرقوها واحد يبني فيها الحوانت باش يبانو، وجمعية هذو مساكن مكفوفين. اليوم رحت نجيب مع صاحبي مساكن نجيب له عصا، والله العظيم جينا نطلعوا تما بالطوموبيله، الله يا ربي يعلم يعني باش نشخسوين هكا طب التليفون وكذا وما فريناهاش بالسيف. المفيد هذه هذا الامر الاول، هذو اصحاب الاحتياجات الخاصه اللي قال عليهم وزير التضامن السابق و المسؤول الاول على حزب الاف ال ان لفلان، قال لهم هذو نو هذو بطالين ماهمش اصحاب الاحتياجات الخاصه ماهمش معوقين، هذو بطالين نفهموا مخ ومقرا مع ميركل هيك قال لهم قريت مع ميركل. المهم الامر الثاني اللي حبيت نتكلم عليه ان شاء الله نكلمكم عليه ان شاء الله هو دار الشباب ميزون جان تاع وجر تاع حمام بوحجر اللي سموه لي جاي في عين تيموشنت. حمام بوحجر هذايا كان قدامه واحد لا ميزون جان دار الشباب يجوا يباتوا فيه الشباب مقابل 200 دينار 20000. كانوا قدامه لي كومبلكس طبعا ولي زوتيل. كيفاش هذا الحمام هذا دار الشباب هذا جيناهم واش يديروا له؟ عباك بنو اسرائيل، عباك بنو اسرائيل خموا ربي سبحانه حرم عليهم باش يصيدوا بالسبت، وما غادي يجوا الحوت، يجوا الحوت بالسبت تعطيهم شراها. موش خمو هكا قال لك اي رموا الشبكه بالسبت بالجمعه وجبدوها بالحد، قال لك ما صيدناش ما ضرب يوجد لهم الحيله تاعهم هذه، فمسخهم الله قلده وخنازير. الو هادو بنو اسرائيل هادو تاع المنطقه هذيك غلقوا هذه لا ميزون جان هذه دار الشباب اللي هي كما قلت 20 دينار كان الناس يجوا منه من المساكن باش يتحموا تما يباتوا في هذه 20 دينار فاميل. غلقوها بحجه صبيغه، شحال من عام وهي مغلوقه بحجه صبيغه؟ شحال عندها 6 سنين وهي مغلوقه بحجه الصبيغه، صدق او لا تصدق 6 سنين وهي مغلوقه بحجه صبيغه. ما انا قلت لهم الحق صبيغه صعيبه باش تقرط الاخر عباك 3 سنين ومن بعد باش دير لها لوند البلاطر لوندوي 3 سنين واحده اخرى 6 سنين تسمى واش راهي دوكا ودوكا واش مازال دوك يبونسي 3 سنين واحده اخرى تبونسا لوندوي تبونسا ومن بعد 3 سنين واحده اخرى تتسبغ و 3 سنين واحده اخرى تنشف هذيا وتحسب 3 سنين باش الاخر باش تكرات 3 سنين باش دير لوندوي اي 6 سنين 3 سنين باش تبونسيها 9 سنين 3 سنين باش تسبخها و 3 سنين باش هذيك هي لا غالب 15 سنة شهر 6 سنين مازالو 9 سنين ما تقلقوش نقول لكم مازالو غير 9 سنين برك تخدم ميزون جان هذيك تسقام وممكن يجي كاش مهبول يحرقها والله يجي كاش محروق كاش مهبول يحرقها قالك بوضياف وقتلو اسمو هذاك متعاطف مع الجبهة الإسلامية من الإسلاميين اللي كان هو في الجيسة كان جروب انترفونسيون سبيسيال اللي كانوا يقتلو في تاع الفيس وهو متعاطف مع الفيس. انت بك لازم تكون دير كاراتي دير كاتا كاراتي ودير تاع كونغ فو ومن طور تخدم في دوباره تخدم فيها وراك تعقب في الباك في 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 في, في, في المات راك تعقب في المسائل باك ومن طور ومساله تاع الباك راك تحل فيها ودير كاطا تاع كاراتي وكاطا تاع كونغ فو وتخلط في الدوباره توجد فيها ولازم تنجح فيهم كاع. لازم تدي 10 في الكاطا تاع كاراتي و 10 في تاع كونغ فو طاوي ولازم تدي 20 سور 20 في المات والدوبارة لازم كي ياكلوها صحاب بسكرا يقولولك 10 سور 10 باش تفهم
الوضع في الجزائر. هذه هي، ربي يجيب الخير لهذه البلاد والمجد بالخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.